يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخوف الطبيعي من الجن ينافي التوكل على الله؟ الخوف الطبيعي ما ينافي التوكل على الله، وتؤخذ الأسباب، تؤخذ الأسباب الواقية منه، لكن الخوف الذي يحمل الإنسان على الخضوع والذل هذا خوف عبادة، هذا شرك والعياذ بالله. اللي يحمل الإنسان على الخوف والاستسلام وترك شيء من الدين من أجل الخوف هذا يكون من الشرك بالله عز وجل. أما الخوف الذي لا يصل إلى هذا الحد ومجرد جبن أو ما أشبه ذلك فهذا فيه الورد وفيه ذكر الله جل وعلا يطرد هذا الشيء، وإلا هو موجود. نعم.